الحمد جودة تكرم الخاطر وحكمة تحل المشكلة ألف مبروك يا أبو صابر ومثلك وشر وكوانعم والتهاني من الخطار موصولها العبد المجيد طاب حظي ونمدح في رجال مواقفهم عظيمة مدح مثل الحمد يمنح الشاعر أكبر مرتبة مدح مثل الحمد يمنح الشاعر والردى ما تباه به ولا حبه ولا مرتبه والردى ما تباه به ولا حبه ولا مرتبه لا 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 طالما ابواب قصرك للقوافي الجزايل فاتحيه من ينازعك في حاجه وهي صاحب الهاجس ملك من ينازعك في حاجه وهي صاحب الهاجس ملك صدر في قرارات الأهل الخير وانعم بارك الله في العبد العزيز وفي العبد المجيد عشا ولا الجميل لا نلاقي من أهل المنع ضيمه والردى ما تباه به ولا حبه ولا مرتبه والردى ما